Assalamu alaikum. Hello, my dear students, my dear viewers, my dear followers. Again with English in another shape with teacher Wahid. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله يكون الترم الثاني سعيد عليكم جميعا. هنبدأ مع بعض شرح منهج ميجا جول 2 المنهج الجديد وإن شاء الله يكون سهل وظريف جدا. والسنة دي أو الترم ده أنا عملت وضع مختلف شوية إن أنا حطيت قوائم تشغيل قائمة لكتاب الطالب تدخل على القناة قوائم التشغيل. قائمة تشغيل كتاب الطالب ميجا جول 2، قائمة تشغيل كتاب النشاط حل كتاب النشاط ميجا جول 2، قائمة تشغيل شرح القواعد اللي هي بالسبورة البيضاء. وإن شاء الله يكون المنهج سهل وجميل وربنا يوفقنا إن احنا نوصل لكم معلومة بأبسط طريقة وبأبسط أسلوب إن شاء الله. طيب هنقول مع بعض بسم الله، هنبدأ زي ما أنتم شايفين حضراتكم المنهج الانترو يونت نقول بسم الله زي ما انتم شايفين الصفحات هي قدامكم. هنمسك page 2 and 3. دايما الانترو بيكون فيها listening وdiscussion يعني عشان بس يمهد لك انك يعني يرجع لك المعلومات اللي ركنت عندك في القديم. اوكي هنقول السيارة الصغيرة هذه، ما ادري في سيارة صغيرة كده، نقول بسم الله listen and discuss. وإيش هذا؟ في حاجة غريبة كده، هذه سمكة، هنشوف هنسمع ونشوف وربنا إن شاء الله كده يسهل لكم الأمور بإذن الله. نقول بسم الله. As you drive along a busy road, you notice a car without a driver. You blink to clear your eyes and طبعا هنا as you drive along a busy road، لو أنت بتسوق في طريق يكون مزدحم يعني طبعا بتلاحظ ان كار without a driver، عمرك شفت سيارة من غير سواق؟ you blink blink يعني تقعد تعمل كده كده بعينك to clear your eyes and wonder، وتتساءل، يلا تتساءل ايش؟ wonder whether you're losing your mind، هل انت فقدت عقلك؟ انا اتجننت يا شباب، ايش هذا؟ سيارة بدون سواق، losing your mind. It's the driverless car. يبقى احنا عرفنا ايش الموضوع. دايما لما تيجي يقول لك ما هي المين ايديا، السؤال ده عامل لهم قروشة في الجامعة في السنة التحضيرية، معايا طلاب في السنة التحضيرية يدرسون معايا الكورسات حقة الجامعة، أستاذ والله عندنا مشكلة، كيف نجيب المين أيديا؟ مين أيديا كيف؟ كيف نطلع المين توبيك أو التوبيك؟ يعني الفكرة الرئيسية اللي موجودة بتيجي من أول سطرين أو ثلاث سطور يا أخوي. طال عمرك أول سطرين لو قريتهم صح أو ثلاث سطور عرفت المعلومة خلاص. يعني مثلا هنا في أول سطرين أو ثلاث سطور هنا عشان السطور قصيرة شوية، إنما لو في ورقة كبيرة أو صفحة عادية A4 يا دوب هم سطرين او ثلاثه. شوف هنا يقول لك ايش، السطر الاول الثاني الثالث وصل من هنا it's the driverless car. اجل الهرجه كلها بتتكلم عن a driverless car. شوف كيف هذه هي، هذه driverless car. driverless car driverless، اي حاجه اخرها less ال e دبل s less هذه معناها ضد شيء، يعني شيء بدون شيء. يعني ما اقول لك ايش spotless، spotless يعني بدون بقع بدون حبوب شباب، spotless. اوكي driveless يعني driveless يعني بدون سواق، بدون سواق. اوكي driverless car، driverless car، driverless car يعني سياره بدون سواق. اوكي طيب يا شباب نشيل هذا. نكمل، عرفنا الآن هو هنا driverless car. driverless car بتشتغل بحاجة اسمها robotic vehicle. robotic vehicle يعني مركبة، vehicle يعني مركبة، أي حاجة تمشي بكفرات بيقولوا عليها vehicle. robotic يعني ماشية بالروبوت بالإنسان الآلي. أوكي نكمل. Robotic vehicle that can travel to a predetermined destination without human intervention. All you would need to do is sit in the car and enjoy the. ما شاء الله هذه تمشي كده، كل اللي تسويه انك تقعد في السياره هتمشي يعني predetermined. حلو المصطلح ده، pre يعني before، حاجه من قبل. predetermined يعني ايش predetermined هذا يا استاذ؟ خلينا ناشر عليه عشان تشوفوها. predetermined، determined يعني شيء قد صممت انك تسويه، شيء مقرر قررت انك تسويه.
predetermined يعني انت ظبطتها من الاول. معنى الكلام ان هو بيدي بيعطي للسياره في الكمبيوتر حقها المسافه والديستنيشن. شوف كلمه ديستنيشن يعني الوجهه. انا رايح مثلا عزيز مول او رايح متجه الى الطائف، بديها الديستنيشن الطائف، وديها المسافه، وديها انتر، خلاص هي عارفه هتمشي كيف وعارفه ايش وضعها. يبقى predetermined destination without human intervention، بدون اي تدخل بشري. Human intervention. All you would need، كل اللي تبيه او اللي تحتاجه، sit in the car يا حبيبي، تجلس في السياره، enjoy the ride، وتستمتع بالركوبه يعني المشوار. Would you do it؟ يا ترى لو انت تعرض عليك او انت تعرض عليك شيء زي ده، ترضين؟ ترضى ولا تخافون؟ انا عن نفسي اخاف ترى. ايش ام كمبيوتر، اقعد الكمبيوتر يتحكم فيا، الله يفحط بيا، رحت انا فيها كلت هوا. Would you travel in a driverless car؟ يا ترى يا شباب، would you travel in a driverless car؟ لو تلاقي سيارة كده واقفة في الباركينج، تخش على التطبيق حقها، تدفع الفلوس، تاك تاك، تفتح لك الباب، تدخل يا حبيبي، ويلا تديها الأمر على المكان اللي انت رايحه، شكرا، وتززز تاخدك وتمشي. هذه اسمها driverless car. والله بالصغيرة يا شيخ، ايش هذا بالله؟ هذه سيارة، ايش هذا؟ توك توك هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. Driverless car. Is it science fiction or reality? شوف السؤال الجميل. هل ده خيال علمي؟ Science fiction يعني خيال علمي، ولا reality واقع؟ أوكي؟ طيب يا شباب، إيش رأيكم لما ندي عنوان للهرجة هذه؟ ها، لما تيجي تدي عنوان لحاجة زي كده، وإيش هتقول عليها؟ تكتب إيش؟ عند أول واحدة هنا، وحطيت لك هنا مكان أعتقد، لحظة، هنا في مكان تكتب فيه، هنا كده السطر اللي فوق. تعالوا نكتب ونشوف، ها وش ايش تتوقعون هنكتب هنا؟ يلا، ها هنكتب ايش؟ ذا، بكل بساطة انا قلت لك الفكرة خلاص عرفتها، انتهى الموضوع، اللي هي التوبيك او المين ايديا، ذا درايفر ليس كارز، السيارات اللي بدون سواق، driverless cars. هذا اللي تنفع كعنوان ليش القطعة هذه يا أخوان. وصلت السالفة؟ أوكي طيب، نكمل مع بعض. يبقى عرفنا هذه driverless cars، سيارات بدون سواق. تعالوا نشوف السالفة اللي جنبها هذه ايش. Ride. Would you do it? Would you do it? Would you travel in a driverless car? Is it science fiction or reality? You're spending the night in the desert. Everyone else is sound asleep. هنا بيقول لك you're spending the night، انت قاعد تقضي ليلة في الصحراء. Everyone else is sound asleep. كله هيكون نايم. But you are still awake. انت صاحي. Enjoying the starlit sky. الله تطلع على السماء كده بالنجوم. It's a cold but peaceful. الجو بارد ولكنه جميل وهادئ. Night. None of the usual city sounds echo in the background. ما في أي صوت ولا صدى صوت. Echo صدى صوت. So you snuggle in your sleeping. Snuggle تشخر in your sleeping bag. وتقعد كده تروق. والله حماس. يبقى هنا snuggle يعني تدفى كده، تدفي نفسك كده جوه السليبنج باج اللي هو كيس النوم. اللي هي وين الكلمة؟ اوكي سلانجل هاي يعني يدفي نفسه كده، يكبكب نفسه كده وقاعد جوا. اوكي طيب، and close your eyes. All of a sudden، والفجأة اللي تحصل، you are started by a high pitched sound. تسمع صوت خرفشة كده، صوت غريب وعالي. ايش الصوت هذا؟ someone or something. اوف ايش هذا يا ولد؟ يا اما شخص ما او شيء ما. is whistling. whistling يعني بيصفر، طبعا التي سايلنت جاي كلمه listen fasten، ما تقولها whistling. whistling حاجه بتصفر كده. you sit up psychos كده وتخاف. look around but you don't see anyone. تطل حواليك يمين ويسار ما انت شايف احد. then you hear the sound again. تسمع الصوت ثاني. along with a soft barrier of something landing in the sand. على مسافه كده تحصل شيء قابع كده راقد على الرمل على البر. What do you think it is? Is it a dream or reality? يا ترى ده حقيقة ولا واقع؟ مش
شكله صوت الصراصير. يا طب ايش رايكم ايش نكتب هنا بالله يا شباب؟ الحياه في الصحراء ديزرت لايف ممكن تمشي. نقول هنا ذا ديزرت لايف، نخليها كابيتال، ذا ديزرت لايف. ايش هذا؟ ذا ديزرت لايف، حياه الصحراء. اوكي يبقى احنا عرفنا دحين ذا درايفرليس كارز وذا ديزرت لايف. اوكي اسمع. But you are still awake, enjoying the starlit sky. It's a cold but peaceful night. None of the usual city sounds echo in the background. So you snuggle in your sleeping bag and close your eyes. All of a sudden, you are startled by a high-pitched sound. Someone or something is whistling. You sit up, look around, but don't see anyone. Then you hear the sound again, along with a soft patter of something landing in the sand. What do you think it is? Is it a dream or reality? Dream or reality? هل ده حلم ولا؟ They are very real and highly popular in entertainment, but they. تعال نشوف. They are very real and highly popular in entertainment. في التسلية والمتعة، الحاجة دي تحس إنها فعلاً حقيقية ومشهورة جداً. Okay. But they are also used in education. بيستخدموها أيضا في التعليم. They are used by many colleges. أكثر من جامعة. And institutions. معاهد. Colleges. ترجم اللي عايز تحفظ كلمات واللي تبي تحفظين كلمات. College يعني كلية أو جامعة. زي university. بس تبقى أقل شوية من university. Institutions. المعاهد. For educational purposes. للأغراض التعليمية. Many business and industries. العديد من الأعمال والصناعات بتستخدم هذا الشيء. To train their employees. عشان يدربون الموظفين employees. بديكم الكلمات وبعد كده نسمع. employees موظفين and executives اللي هم الملاحظين أو المشرفين. they are used for military. بتستخدم للأغراض العسكرية. strategy يعني استراتيجية عسكرية. and flight training والتدريب على الطيران. خلاص. astronauts اللي هم رواد الفضاء. train on them for long time before. بيدربوا على الحاجة دي فترة طويلة قبل ما participate يشاركون in real missions. في مهمة حقيقية. Can you guess what they are? تقدر تخمن وإيش هذا؟ What is your opinion about them? إيش هذا يسموه؟ اللي هو المحاكاة يا جماعة. أوكي؟ اللي هو شغل نظام المحاكاة. اللي هو زي الواقع الافتراضي كده. Virtual reality. أوكي؟ Or simulation. Simulation. لو قلنا هنا كلمة simulation يعني المحاكاة. ونيجي نكتبها كده. حتى انت بتركب حاجه في الملاهي اسمها سيموليتر المحاكي. سيموليشن اوكي المحاكاه. خلاص فهمنا الموضوع يا جماعه. اوكي تمام. طيب هنسمع بسرعه. Also used in education. They are used by many colleges and institutions for educational purposes. Many businesses and industries use them to train their employees and executives. They are used for military strategy and flight. شوف قالها كيف؟ Executives. أنا قلت executives على ما سمعناها وعلى ما درسناها. Executives. هي النطق الصحيح. Executives. Training. Astronauts train on them for a long time before they participate in real missions. Can you guess what they are? Can you guess? What is your opinion about them? What's your opinion about them? You walk into a food store to buy some yogurt and تعال نشوف. Frozen yogurt. زبادي مثلجة. وإيش هذا الزبادي المثلجة؟ تعال نشوف وإيش هذا. بتمشي into a food store في محل كده حق أطعمة وأغذية. بتشتري يوغرت الزبادي and cheese والجبنة. You notice that the packaging is different from what you are used to. الشكل غير ما انت يعني متعود عليه. It's very attractive. مرة شكلها جذاب. With bright wrapping. حاجات كده خطوط كده لامعة. A customer, الزبون, had just bought some frozen yogurt.
تو جايب زبادي مثلجة in a biodegradable bag. biodegradable bag اللي هي شنطة أو حقيبة اللي بتحفظ الأطعمة يعني. bio يعني حاجة bio يعني حيوية يعني. biodegradable جايب كلمة grade. degradable bag. he takes out one of the round pearl-like shapes and bites into it as you're about to warn him. انت هتحذره ان هو ياكل الرابنج دي. هتاكل حاجه رابنج؟ معقوله؟ تحس زي البلاستيك كده. ايش هذا؟ he seems to be enjoying it. شكله مره بيستمتع بيها. he then uses a small spoon. بيستخدم ملعقه صغيره to dip يغمسها. dip يعني يغمسها into the shell في الشيء ده الصدفه دي او الحاجه دي. eat the rest of the contents. وبياكل باقي المحتويات as well as the wrapper. the wrapper بياكل الحاجه اللي هي الغلاف ده wrapper. is the wrapping edible؟ هل هو فعلا or does the customer suffer from a condition؟ هل الموضوع محتمل يعني ولا هو عانى من الطعم؟ that urges him يعني مما جعله او اضطره to eat things that would normally be considered inedible. What do you think? Is it science fiction or reality? أها أنا فهمت الهرجة. يعني هو بيعمل لك زبادي الشكل كله مثلج حتى العلبة نفسها البلاستيك. يعني هو يعمل لك كل الشكل عبارة عن الزبادي بس كلها مثلجة في بعضها. يعني حتى شكل العلبة، العلبة ما هي بلاستيكية، لا هي زبادي برضو ومتشكلة. فهمت كيف؟ اسمها frozen yogurt. والله يا شيخ يقعد يأكل العلبة ويأكل الزبادي، حركات. هذا العنوان frozen yogurt، خلاص هو ده. نكتب هنا frozen yogurt. تعالوا نشوف وش هذا. نسمع الأول frozen yogurt ده. Please. You notice that the packaging is different from what you are used to. It's very attractive with bright wrapping. A customer has just bought some frozen yogurt in a biodegradable bag. He takes out one of the round, pearl-like shapes and bites into it as you were about to warn him not to eat the wrapping. He seems to be enjoying it. He then uses a small spoon to dip into the shell, eat the rest of the contents, as well as the wrapper. Yeah. Is the wrapper edible? Or does the customer suffer from a condition that urges him to eat things that would normally be considered inedible? Inedible. What do you think? Is it science fiction or reality? Reality. لا والله reality يا أخوي. يأكل الزبادي، العلبة كلها في بعضها زبادي مثلجة. تعال نشوف وش هذا الدباب، إيش وضعه. Before the days of computer-aided design, CAD, and lasers, models and prototypes required data. طبعا كده models النماذج، prototypes يعني نموذج أولي. prototypes بيحتاجوا أيام أو أسابيع من العمل الشاق عشان يسوي واحد، وبيكون مرة costly، كان يعني مرة مكلف. خلاص حصل بقى تطورات في الموضوع وتعديلات could be in يعني incorporable. okay incorporated easily يعني يتجمع بسهولة. تعال نشوف وش السالفة. Or even weeks of hard work to make and were very costly. Costly. Improvements and modifications could not be incorporated easily, often resulting in the loss of business. An 80s idea. On 80s. An 80s idea. حوالي 80 فكرة. Called rapid prototyping led to the development of. Rapid prototyping يعني rapid سريع. Rapid هذه معناها سريع. Prototyping يعني عمل نموذج بطريقة سريعة. Okay. Type of machine similar to an inkjet printer that made it possible. وعملوا ماكينة كأنها طابعة تسوي النموذج في دقائق معدودة. For designers to make their own rapid prototypes. The machine uses plastic. The machine uses plastic instead of ink or powder. استخدم البلاستيك بدلا من الحبر أو البودرة. Builds up a model one layer at a time from the bottom upward. Yeah. Do you know what this type of machine is called? يا ترى ايش نوع الماكينة دي او ايش اسمها؟ هل هو science fiction? Is it science fiction or reality? طبعا reality اللي هي موجودة الآن يا شباب يسموها 3D printer، طبعة ثلاثية الأبعاد. الطبعة ثلاثية الأبعاد هي اللي بتسوي الهرجة هذه. يبقى نقول عليها كده. نكتبها هنا. The
3D printer. طابعة ثلاثية الأبعاد، تعمل لك أي شيء بمادة زي البلاستيكية كده، تديها بس الصورة وتحملها على الكمبيوتر حقها وهي تشتغل مع نفسها، بس طبعا لازم لها حامل وشيء معين عشان يطلع لك القالب ده مصبوب صبة صحيحة، وبيكون لسه حار عشان ما يطيح، يعني بيتحط في أساليب معينة عشان يتجمد يعني. وبكده إحنا نكون خلصنا الدرس الانترودكشن على خير، وعرفنا يعني شوية معلومات جميلة أعتقد أنها يعني أفادتنا جميعا، اللي هو الانترودكشن يونت، اللي هو صفحة بيج 2 and 3 الانترودكشن يونت. خلاص يا شباب، يا رب تكونوا استمتعتوا ومستفدتوا إن شاء الله بإذن الله. لسه فيها يكون عندنا الكونفرسيشن هنا في صفحة 4 و 5 و listening، تعالوا نسمعهم بمرة، ناخدهم في فيديو واحد، نشوف الفيديو ده الكونفرسيشن بين ياسمين and أمال. Amal, look at that beautiful. طب ايش المطلوب؟ listen and practice reading the conversation in pairs. المفروض ان انتوا اتنين مع بعض، طالب وطالب او طالبه وطالبه، يقروا المحادثه مع بعض. ياسمين موجوده في جده، in jeddah visiting relatives، تزور اقاربها. she and her cousin، هي وبنت عمها امال، are invited، يعني اتعزموا معزومين، to a wedding، حفل زفاف، reception at the end of the week، يعني هيروح حفل زفاف في نهايه الاسبوع. تعالوا نشوف ايش السالفه. the silk gown in the window. I agree. It's very elegant. Would you like to go in and have silk gown, gown زي ستارة أو رداء، in the window، موجود على الشباك، سلك حرير يعني. Oh, I agree. It's very elegant. ساحر خلاب. Would you like to go in and have a look? تيجي ندخل جوا ونتفرج؟ قلت لها can we? I'd like to try it. أنا نفسي أجرب. We don't have much time. بس ما عندنا وقت. Shops will close. محلاتها تقفل. But look, can we? I'd love to try it on. We don't have much time. Shops will close in less than an hour, so let's hurry. Good morning. Assistant البائع بيقول لهم اهلا وسهلا صباح الخير. طب ازاي المحلات هتقفل ويقول لهم good morning؟ الله قفطتكم يا بريطانيين. يلا نشوف. Ladies, how can I help you? We'd like to see that gown, please. عايزين نشوف الجاون هذا، الرداء ده. Is it for you? It's for me, actually. But I need a larger size, don't I? I'm not sure you do. I think you should try a smaller one. Isn't this small enough? I'm a تقول له ابغى مقاس كبير، قال لا والله هذا جيب مقاس كبير شويه. Afraid not. It's an okay. Extra large. Small is the right size for you. Would you like to try it on? Yes, please. What do you think? What do you think? It's the right size, isn't it? Yes, it's a perfect fit. It looks great on you. You might need to have the hem taken up a little. We'd be happy to do that for you. Right. We'll take it. Do you accept this type of credit card? Actually, we'd prefer cash. Oh, I'm sorry. We'll have to go to the bank and get some cash. Could you tell us how to get to the nearest bank? طبعا ما معاها كاش. كل الكريدت كارد، قال له والله انا افضل الكاش. تشتري جون، عباءه او فستان يعني. Yes, of course. Walk out the door and turn right. You'll see some elevators. طبعا هو الان بيقول لها كيف توصل للماكينه حق الصراف، الاي تي ام يعني. On your right. Go down to the ground floor. The bank is between the elevators and a large. قول لها البنك ما بين الاليفيتورز المصاعد والمحل الادوات الرياضيه. Sports store. You can't miss it. By the way, in the elevator. هم الآن أمل وياسمين داخل المصعد بيتكلموا يعني. I noticed you were reading the book that we bought the other day. Are you enjoying it? يقول أنا ملاحظة كده بالمناسبة إنك بتقرأ الكتاب اللي إحنا اشتريناه أمس. أنت بتستمتع بالكتاب؟ I can't put it down. It has an incredible plot. I can't put it down. ماني قادر أوقف عن كده يعني. It has incredible plot. يعني القصة اللي فيه مرة incredible، حلوة خيالية. يعني. It's full of suspense. And events شك. Are totally unpredictable. Unpredictable. يعني بقول لها فيها شك، suspense، اشتباه على طول، والأحداث كلها totally unpredictable. يعني غير متوقعة. It's not like many boring detective novels. ما هي زي كل الروايات البوليسية المملة boring يعني. Where you know what's going to happen next without reading. It's a good, well-written book. You should read it. You should read it. أقريها. Okay. تمام.
هذه المحادثة خلاص. طبعا هنا true or false. ياسمين can't use this type of credit card because she doesn't have an account. هل ياسمين طبعا هي دي false. نشوف الإجابات. هل ياسمين ما قادرة تستخدم الكريدت كارد لأنها ما عندها حساب؟ طبعا هذه false. هذه false هي. والصح حقها she can use تقدر تستخدم الكريدت كارد but she has to pay ولكنها مضطرة أنها تدفع a fee for the service. هتدفع اللي هي المصاريف على الخدمة يعني. أتعاب زيادة. ياسمين is interested in opening an account. هل هي مهتمة أنها تفتح يعني حساب؟ أوكي. She thinks it's a good idea since he's going to be coming back more often. Amal can use the ATM. هل أمال تقدر تستخدم الATM? False. إجابة خطأ. صح. She can't because she forgot her card. Okay. Yasmin will pick up her new gown today. هتشتري النيو جون النهاردة. She won't. لن. Because the hem needs taking up the dress is too long. طبعا الفستان طلع طويل وقال لها انه لازم يقصره لها شوية. فقالت له اوكي. قصروا وبعدين باخدوا لما تخلصوا. اوكي. يبقى احنا كده خلصنا الدرس ده. True and false. نيجي للكلمات. الحاجات المهمة. Listening again and write the number of correct expression in the blank. يعني التعبير الصحيح. اوكي. طبعا هنا يا جماعة number three اللي هو A. اللي هو three. Yes, please. We would like. Okay. يعني لازم نسمع الأول كده. أهو. Good morning. Can I help you? Yes, please. أهو. We'd like to withdraw some cash from this credit card. Do you... شوفوا سمعتوا المحادثة كيف؟ The credit card. مرة محادثة حلوة. Listen and check true or false. تعالوا نسمع المحادثة. Good morning. Can I help you? Yes, please. We'd like to withdraw some cash from this credit card. Credit card. Do you have an account with us? No, I'm no, sorry. I don't. Is that a problem? هو يقول لي عندك حساب معانا؟ قلت له لا والله ما عندي حساب. هي دي فيها مشكلة؟ No, not at all. Just checking. There is no service charge for account holders. Oh, I see. What do you think, Amal? Wouldn't it be a good idea to open an account? I'll be back here every few months. It would make sense, wouldn't it? هتفتح حساب وقول لها استنتظريني هنا. Whatever you think is best. In that case, I'd like to open an account, please. Of course. Would you like to come this way and fill out some documents? Thank you. Oh, excuse me. I'd like to withdraw some money from my account. واحدة تانية بتقول أبغى أسحب فلوس من حسابي. I didn't realize you had an account at this bank. Yes, I do. It's just that I don't use it often enough to remember. Sorry. That's fine. I'm glad we'll both be using the same bank. Oh, look. لما تقول لي ما اعرفش ان عندك حساب تضحكي عليا؟ تخدعيني عندك حساب هنا وما تقولين؟ اطلع والله انا ماني فاكره كنت فاتحه من فتره وناسيه. ما شاء الله. At the number of people waiting at the counter. I wish I had the card for my cash card account. I could use the ATM. I forgot to take it this. قالت لي يا ريت معايا البطاقة حقت الصراف الـ ATM. الـ ATM دي يعني بطاقة الصراف اسمها كده ATM. احنا نعرفه اسمها كويس. بطاقة الـ ATM. خلاص؟ قالت لي يا ريتها كانت معايا يا اختي على عيني يا ضنايا والله كنت اشتريت لك العباية حقتك يا الله زناوة. This morning. Please don't worry. I'll wait for you. I'm not sure that's a good idea, Yasmin. Stores are about to close for the afternoon. You'd better hurry and pick up. هم كانوا في الصباح. واو كانوا على وشك انها تقفل يعني قبل الساعه 12 عشان كده قال لهم good morning. Your gown. You're probably right. Actually, I won't pick it up today. I'd like them to take the hem up. You'll be all right, won't you? Yes, of course. Give me a ring on my cell phone when you're ready. Okay. I'll do that. Okay. See you soon. خلاص يبقى احنا سمعنا المحادثة وحلينا الإجابات حقتها هاي الإجابات كلها تمام. طبعا المحادثة زي ما أنتم شايفين أهو عاملك يقول لك number مثلا 3 دي هتبقى A اللي هو أول حاجة حصلت اللي هي دي yes please we would like المحادثات يعني الكلام نسمع كده. Good morning. Can I help you?
Yes, please. Yes, please. We'd like to withdraw some cash from this credit card. Withdraw and تسحب فلوس. Do you have an account with us? You have an account with no, us? No, I'm sorry. I الترتيب. don't. يبقى احنا بنعمل ترتيب للكلام اللي بيقولوه. شوف كده. 3-4 يبقى هذه كده وهذه كده. هذه أول شيء. Okay? Is that a problem? No, not at all. Just checking. There is no service charge for account holders. Oh, I see. What do you think, Amal? Wouldn't it be a good idea? Okay. هنا مثلا تحط هذه هنا كده وتشوفها يقول لك صح. يعني زي ما انت شايف. هي نفس المحادثة بيعيدها تاني. I'll be back here every few months. It would make sense, wouldn't it? Whatever you think. Okay, يعني أعتقد هي نفس المحادثة ما قال فيها كلام جديد. هنا درس الـ pronunciation and listening, you know, the rising and falling. متى نقول متى نقول فوق الـ intonation. زي علم التجويد في القرآن. متى تمد وترفع صوتك أو تخفض الصوت. Good morning. Can I help you? Good morning. Can I help you? كل دي rising. No, not at all. هيعمل لها falling. اسمع. No, not at all. شوف أنا زي no, not at all. عمل لها falling لتحت كده. No, not at all. شوف هذه. Good morning. Can I help you? Good morning. على فكرة morning الجيم ما بتتنطق تخيلوا. قعدنا 100 سنة نقولها good morning جيج. هذه مرة غلط. Good morning like that. Okay. بكده احنا يكون الحمد لله خلصنا introduction تماما. صفحة 4 و 5 يبقى احنا خلصنا page 3 و 4 و 5 اللي هو الانترودكشن. موعدنا ان شاء الله في الفيديو القادم انا هاخد بقى يونت 1 كامله باذن الله تعالى. نشوفكم على خير في حفظ الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.